حسابات التوفير، حضراتكم سألتوا على حسابات التوفير وايه العائد على حسابات التوفير وازاي بيتم حساب العائد على حساب التوفير، وده عامل إشكالية عندنا. البنوك بتقدم حساب للعملاء يكون فيه مرونة. مرونة يعني ايه؟ يعني ان انا اقدر احط فلوس واسحب فلوس بمنتهى البساطة، وعن طريق بطاقة الخصم اللي معايا البطاقة دي اروح قدام المكنة واسحب واحط فلوس براحتي، مفيش قيد عليا. يعني مش هيقول لي زي الشهادة لازم بعد 6 شهور، او زي الوديعة لو ربطتها لمدة اسبوع او لمدة 7 سنين ما اقدرش اكسر الوديعة، ولو كسرت الوديعة اخسر فيها مبلغ من المال، فدي فيها مرونة. ومع المرونة كمان البنك بيديك عائد في المتوسط 4%، يعني انت مستفيد في كلا الحالتين. العائد بتحاسب ازاي؟ بتحسب على الحد الادنى اللي موجود في الحساب خلال الشهر. هنوضح كل المعلومات دي وهنضرب مثال على البنك المصري لتنمية الصادرات والعائد الموجود. تعالوا معانا. حساب التوفير، حساب التوفير بتقدر تفتح حساب توفير في البنك. البنك بيقدم حسابين، حساب توفير او حساب جاري. الفرق بينهم ان الحساب التوفير بيديك عليه عائد على المبالغ الصغيرة. حساب الجاري بعض البنوك بتديك عائد بس لما يكون الحساب فيه مبلغ كبير جدا. ايضا حساب التوفير ما تقدرش تاخد عليه دفتر شيكات، لكن الحساب الجاري بتقدر تاخد عليه دفتر شيكات. الى جانب بقى المميزات الاخرى، انك انت بتاخد بطاقة خصم بحيث انك انت تحط فلوس وتسحب فلوس من خلال ماكينات الاي تي ام او الصراف الالي، الى جانب انك انت عامله زي خزنة. الخزنة دي براحتك، عايز تسحب منها فلوس او تحط فلوس. في الحلقة دي هنتكلم على حساب التوفير. حساب التوفير ده حاجة فيها كده مرونة. انا دلوقتي معايا مبلغ من المال جالي فبحطه في الحساب ده عن طريق الماكينات. الماكينات حاليا بتقبل لحد 20,000 جنيه، وفي ماكينات بتقبل اكتر وفي ماكينات بتقبل اقل على حسب البنك. طيب حساب العائد بيتم ازاي؟ بالنسبة لحسابات التوفير بيتم على الحد الأدنى الموجود في الحساب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك الحساب فتحت حساب توفير، وحساب التوفير ده فيه 2,000 جنيه، فجيت بعد يومين او بعد اسبوعين ربنا رزقك ب5,000 جنيه فرحت حاططهم في الحساب، بعد مثلا 3 اسابيع ربنا رزقك ب5 تاني فرحت حاططهم في الحساب، بيجي معاك 12,000 جنيه. مظبوط؟ مظبوط الكلام. بيحسب ازاي العائد؟ خلال الشهر ايه اللي كان اقل رقم موجود في الحساب؟ كان اقل رقم موجود في الحساب 2,000 جنيه، فبيديك عائد على ال2,000 جنيه، وياخد العائد كده يجنبه في حساب على الهامش. نيجي لتاني شهر، تاني شهر حضرتك بدأت والحساب بتاعك في 12,000 جنيه، وبعد كده في نص الشهر ربنا رزقك ب2,000 أو 3 أو 4 أو 10، يعني على نهاية الشهر الحساب بتاعك بيجي فيه 22,000 جنيه. البنك بيحاسبك على ال 12,000 جنيه فقط، ياخد العائد ويحطه على العائد الثاني اللي هو موجود اللي احنا قلنا في حساب مجنب كده او على الهامش. بدأت الشهر اللي بعديه ب 22,000 جنيه، يبدأ البنك يحسب لك العائد على ال 22,000 جنيه. لكن حاسب، لو انت جيت اتزنقت في فلوس ورحت ساحب 5,000 جنيه في الشهر الثالث، يعني المبلغ بتاعك بدل ما كان هو 22,000 جنيه أصبح 17,000 جنيه، فبيديك عائد على ال 17,000 جنيه. دي موضوع الحد الأدنى. طيب العائد بتاعي بينزل إزاي؟ على حسب اختيارك أنت. يعني لو اخترت دورية العائد شهري، فبدل ما بيجنبهولك في حساب على الهامش بياخد العائد يحطهولك في الحساب على طول، وتاني شهر بيحسب لك عائد على العائد الى جانب اصل المبلغ، او انك انت بتاخده كل 3 شهور فهو بيجنب لك هامش العائد كل شهر، ويجي في نهاية ال3 شهور يحط لك العائد اللي تم تجنيبه كل شهر. ايه الفايدة من القصة دي؟ طب ما نختار العائد الشهري افضل. هو بيديك ميزة في كل دورية عائد، يعني دورية العائد الشهري اقل من دورية العائد اللي هي كل 3 شهور، اقل من دورية العائد اللي هي كل 6 شهور، اقل من دورية العائد اللي هي سنة، وكل حاجة ليها ميزتها.
تعالوا نضرب مثال على البنك المصري لتنمية الصادرات. البنك المصري لتنمية الصادرات من البنوك اللي بتعمل حسابات توفير لها مميزات كتيرة. من ضمن هذه المميزات هو بيفتح حسابات التوفير لكل الأعمار، حتى القصر نفسهم بيفتح لهم حسابات توفير اللي يقدروا ياخدوا عائد على حساباتهم، وده طبعا عن طريق الولي يقدر ان هو يفتح حساب داخل البنك. البنك بيتيح حسابات التوفير سواء بالجنيه المصري او بالعملات الاجنبية. ميزة الحساب ان هو ممكن تبدأ بألف جنيه وبيديك عائد على الالف جنيه. يعني في بعض البنوك بتطلب 3000 جنيه، بعض البنوك بتطلب 5000 جنيه، لكن حساب التوفير في البنك المصري لتنمية الصادرات مجرد ما بتحط 1000 جنيه بيبدأ يعدلك عائد على الالف جنيه لو هي استمرت طول الشهر من غير ما تاخد منها حاجة. وبتقدر تاخد بطاقة، البطاقة دي اسمها بطاقة خصم. احنا كده تتعامل مع حسابك بمرونة، يعني عاوز تحط فلوس وتاخد فلوس، عاوز تعمل مشتريات تقدر انك انت تعمل مشتريات بالبطاقة دي من اي مكان بيتيح الخدمة دي، تقدر انك انت تعمل عملية المشتريات. ايضا تقدر تفعل البطاقة وتستخدمها عن طريق الانترنت، بس نخلي بالنا البطاقة دي مكشوفة على حسابنا. يعني لو حسابنا فيها 100000 جنيه البطاقة هيبقى فيها 100000 جنيه، حسابنا فيه 1000 جنيه البطاقة فيها 1000 جنيه، بطاقة على قد الرقم الموجود داخل الحساب. وبالتالي نقدر ان احنا نتعامل على حسابنا بمنتهى البساطة. البنك بيتيح انك انت تقدر تاخد العائد شهري او العائد كل 3 شهور. ايه اللي انا اعمله عشان افتح حساب؟ لو انت عميل البنك المصري لتنمية الصادرات بتروح وتعمل حساب فرعي اسمه حساب توفير وتحط المبلغ اللي انت عايزه وتستثمره. لو عميل جديد وموظف بتروح بصورة البطاقة زائد فاتورة، اي فاتورة كهرباء مية غاز بس ما يكونش مر عليها 3 شهور، الى جانب اثبات الدخل بتاعك او المكان اللي انت شغال فيه، وبتبدأ تفتح حساب وتتعامل بمنتهى المرونة على حسابك. طيب لو انت مش موظف او اعمال حرة، اعمال حرة ايضا صورة البطاقة الى جانب الفاتورة، فاتورة كهرباء مية غاز الى جانب سجل تجاري او بطاقة ضريبية او ما يثبت دخلك. طيب انا راجل اجنبي، لو راجل اجنبي تقدر من خلال جواز السفر يكون ساري والاقامة تفتح حساب توفير وايضا تتعامل مع الحساب. طيب انا من اصحاب المعاشات، لو من اصحاب المعاشات تقدر ايضا تفتح حساب في البنك المصري لتنمية الصادرات بصورة بطاقة سارية زائد فاتورة، اي فاتورة زي ما قلنا، زائد بيان المعاش. طب لو في اي تساؤلات بتدور في ذهني اعمل ايه؟ تتصل بخدمة العملاء 16710 وهم هيتواصلوا معاك في اي سؤال تطلبه. هيقولوا لك ازاي توصل للبنك، وهيقولوا لك ايه هي الخدمات المتاحة، ومش بس الخدمات حساب التوفير، البنك المصري لتنمية الصادرات عنده خدمات كتيرة جدا زي الشهادات والودائع والصناديق وغيره من الخدمات اللي تقدر تستفيد منها من البنك المصري لتنمية الصادرات. طب ايه هي اسعار العائد اللي موجودة؟ اسعار العائد بتختلف على حسب اختيارك انت لدورية صرف العائد. لو انا اخترت دورية العائد شهري فالعائد 5.25%، لو انا اخترت العائد ربع سنوي او كل 3 شهور فالعائد 5%، لو انا اخترت دورية العائد كل 6 شهور فالعائد 5.25%، لو انا اخترت دورية العائد كل سنة فالعائد 6%. في النهاية حساب التوفير ده حساب حضرتك بتقدر تفتحه وتتعامل بمرونة على حسابك، مفيش يعني قيود، لا هي وديعة فبيقيدك فترة معينة، ولا هي شهادة فلازم تكسرها بعد 6 شهور ولو كسرتها تخسر فيها، لا ده حساب توفير بتقدر انك انت تحط فلوس منه وتسحب فلوس في اي وقت. الفلوس اللي موجودة في الحساب بيحسب لك على الحد الأدنى للحساب خلال الشهر، والبنك المصري لتنمية الصادرات عنده حساب التوفير فيه مميزات كتيرة جدا، انه بيفتح الحساب لكل الأعمار، الحساب بالجنيه المصري وعملات أخرى، أيضا الحساب العائد عليه بيبدأ من 5.25% وبيوصل لحد 6%، وبتقدر انك انت تفتح حساب بصورة البطاقة لو انت عميل جديد زي ما شرحنا في القناة. ان شاء الله هنتابع لكم كل ما هو جديد في البنوك المصرية،
ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء وتفعلوا خاصية الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ريت حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. البنك المصري لتنمية الصادرات حقق تقدم كبير جدا وملموس في موضوع تمويل السيارات، ده على الرغم ان هو اطلق هذا المنتج العام الماضي تحت اسم ايزي كار، ويعتبر من البنوك المفضلة لدى موزعي وتجار السيارات في مصر، وده لان البنك بيحاول يسرع من اجراءات حصول العملاء على القرض. البنك ايضا بيشارك في مبادرة احلال السيارات، ودي مبادرة الدولة وعاملين عنها حلقة على القناة للمحافظة على البيئة، والبنك بيشارك أيضا بقوة في هذه المبادرة تحت توجهات الدولة والبنك المركزي المصري. قيمة القرض قد إيه؟ البنك بيمول حتى 1.5 مليون من قيمة السيارة وعلى فترة 120 قسط، يعني تقريبا 10 سنين البنك بيمول. طبعا أنت ليك مطلق الحرية إنك أنت تختار الفترة الزمنية والمبلغ اللي أنت عايزه، يعني عايز تمول سيارة ب 200,000 300,000 400,000 على حسب ما أنت عايز. عايز تمول السيارة سنتين 3 سنين 4 سنين على حسب ما انت عايز. فالبنك بيتيح لك برامج كتيرة جدا على حسب الوظيفة وعلى حسب الدخل وعلى حسب اختيارك انت، يعني انت